شكرا. شفت فعلا هذه المبادره اللي حاولت انها تنقل بطبيعه الحال هذه المباشر لوليدات الكني في الدار ديالهم في مبان مجموعه ديال المواضيع اللي اشتغلنا عليها. بابا خالد شوقي من الجيطروا، مرحبا بك. مرحبا بمروان إد عبد الله، زكريا عيشة الإدريسي من مدينة السلا، تحية خالصة لعز العرب، ندى وغيتا من مدينة الدار البيضاء، تحية خالصة للسي الروداني وجويز أنيفرسير معها. خنيفرة أحلى تحية للناس خنيفرة، نعم الفن الموزون ملي كنذكر خنيفرة الجمالية ديال ديك المدينة الرائعة. تحية خالصة للناس ديال مدينة خنيفرة، الناس ديال مدينة الجديدة، الناس ديال مدينة أكادير، العيون طنطان قولميم أسا الزاك، وما ننساش الأصدقاء ديالي في الصفحة ديال جاكي دوغ بدورهم كنقدم لكم تحية خالصة لكم كاملين. وكنبداو فقرة الإهداءات. رتاج مرحبا، رتاج من مدينة مكناس. الاسم صلاح الدين مصباح، من مواليد مدينه الرباط. فالحمد لله بدينا الميدان التنشيطي في 1996، دخلت المجال الاحتراف في 2005 بعد ما حصلت على البكالوريا في 2003. المهم مارس بعده تخصصات، شاركت في عده مهرجانات سواء مدينه الرباط او خارج مدينه الرباط. عملت كمنشط رياضي رفقه جمعيه المراه انجازات وقيم اللي كترأسها البطله العالميه والاولمبيه نزهه بدوان لمدة سنوات. اشتغلت في مجال الطفل اكثر من 20 سنه، شاركت مع في مسرح الجندي، خدمت مع الفنان عبد الكبير الكاكنا، خدمت مع الفنان حسن مكيات اللي من هذا المنبر كنوجه لهم تحيه. نشطت في الجمعيات، جمعيه التربيه والتنميه اتيتي في تقريبا في سنه 1998. تطورنا الحمد لله مع الوقيته، حاولت انني ندير مقاوله ديالي اللي هي اونتربروزيز في اطار المقاولات الصغرى اللي تقامت واللي كتدخل في اطار تشجيع الشباب على الممارسه سواء الفنون ولا الرياضه. ف بطبيعه الحال حاولت انني نطور شويه التنشيط ديالي، والفكره ديال انني ندير الانيماسيون لوليدات هما في الحجر الصحي. يعني هذه جاتني فكره من راسي، قلت علاش لا الوليدات الصغار، ان الانسان دائما ماشي قلبي على الماده، فاحنا ماشي ماديين 100%. نحاولوا نفرحوا الوليدات، ما نقدروش نعطيو الفلوس، ما نقدروش نساعدوا بشي حاجات كثيره، ولكن خديت الفكره ديال تنشيط الوليدات في المنازل ديالهم كفكره اللي نتمنى من الله سبحانه وتعالى تنال الاعجاب ورضا ديال الوليدات الصغار اللي بغيت نشطهم بهذا الشيء البسيط اللي كتشوفوا. حاولت نستعمل مجموعه ديال التقنيات اللي كنتمرن عليها من شحال هذه، اللي هي كيفيه التعامل مع مكبر الصوت، كيفيه التعامل مع الذومه اللي عندي هنايا، كيفيه التعامل مع الاغاني الموسيقيه، وبطبيعه الحال بمعيه ديال المساعده ديال الزوجه ديالي ام سليمان اللي كتقوم ايضا بالديجيت وايضا كدير لاكرياس. سليمان الصغيور، ولدي الصغيور، نورمالمون كدير لا دي جيت وكدير لا كرياسيون ديال لا بيبليسيتي اللي كنديروا. كنحاولوا نعمموها على مجموعه ديال الصفحات وباش يكون اكبر عدد ديال الوليدات انهم يستافدوا. فانا ما دايرهاش باش نربح الفلوس، يعني ما دايرهاش في واحد شانل اليوتيوب ولا شي حاجه، انا عاملها باش ننشط الوليدات، يعني الغرض المادي والتجاري بعيد على الذهن ديالي. هاد اللايف جا وليد هاد الفاجعه. يعني في مدة الحجر الصحي انا الان وصلت للحلقة السابعة، يعني في المجموع 10 ديال الحلقات درت ثلاثة الحلقات الأولى كبث تجريبي، درت على الصفحة العادية ديالي، من بعد منين ولاو الناس كيكثروا ولاو كذا حاولت نديرها في لاباج، يعني دابا وصلت للحلقة السابعة، يعني 7 ديال الحلقات، وكل حلقة من هذه الحلقات كتعالج موضوع معين. اشتغلنا على موضوع ديال النظافة، هو الموضوع الحديث الساعه، يعني كيفاش ينظفوا الوليدات الجديدات ديالهم وداك الشيء. من بعد اشتغلنا على موضوع المواطنه وحب الوطن، اشتغلنا على موضوع الرفق بالحيوان، اشتغلنا على موضوع التسامح وكتعرفوا قيم ديال التسامح، ايضا اشتغلنا على النظام ديال رضا الوالدين اللي كان البارح، واليوم اشتغلنا على موضوع ديال التربيه البدنيه او ما يعرف بالرياضه. شكرا للوليدات كاملين، شكرا للمتتبعين كاملين، شكرا لسليمان، شكرا لكم كاملين، شكرا ليوسف.